بسم الله الرحمن الرحيم. سأتحدث اليوم عن الفيروسات في هذا الدرس. والفيروسات هي من الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا، لكن سوف نرى ما أوجه الاختلاف بينها وبين البكتيريا. إذا في هذا الدرس يستطيع الطالب أن يتعرف على أشكال الفيروسات، أن يستنتج تركيب الفيروس مما يتكون، أن يحدد أجزاء الفيروس على الرسم، أن يعدد الطالب طرق انتقال الفيروس في الكائنات الحية إنسان حيوان ونبات، وأخيرا أن يستنتج خطوات دورة الأحلام في نوع من الفيروسات تسمى بآكلات البكتيريا أو البكتيريوفاج أو لاقمات البكتيريا، لكن أفضل استعمال مصطلح آكلات البكتيريا أو بكتيريوفاج كما هو مسمى باللغة اللاتينية. أولا سنبدأ بأشكال الفيروسات. إذا الفيروسات فيها ما هو كروي، هناك أيضا خلقي، هناك المكعب، هناك العصوي بشكل عصا، وهناك هذا الذي أمامنا سداسي الرأس اللي هو صار ما المقصود بهذا سداسي الرأس، لكن في الحقيقة لا يسمى سداسي الرأس بل هذا هو آكل البكتيريا. إذا هذا النوع من الفيروسات هو آكل البكتيريا أو البكتيريوفاج أو بشكل مركبة فضائية في بعض المصنفات الأخرى. إذا هذه بصفة عامة عن أشكال الفيروسات، يمكن أيضا أن نلاحظها في هذه الشريحة أيضا، ذو رأس ودين أو بشكل مركبة فضائية كما تحدثنا في بعض الكتب الأخرى، وهو فيروس آكل للبكتيريا ويسمى باللاتينية بكتيريوفاج. هناك الكروي مثل فيروس الإيدز وهو من الأمراض الجنسية، الإيدز اللي هو فيروس HIV الذي يصيب الإنسان، متعدد الأسطح وهو فيروس الذي يصيب فيروس شلل الأطفال، أو يمكن أن يكون أسطواني الشكل مثل فيروس تبرقش التبغ وهو يمس هذا النبات. أيضا هناك فيروس في شكل رصاصة، لاحظوا شبه بالرصاصة، وهو فيروس داء الكلب. هناك أيضا فيروس الوباء الكبدي من نوع هيباتيت سي، هذا كورونا فيروس، هذا فيروس الهربس وهو أيضا جنسي من الأمراض الجنسية، هذا فيروس أنفلونزا، هذا أيضا فيروس سمالي بوكس، وهذا أيضا أو آخر من الفيروس. هذا بالنسبة لأشكالها بصفة عامة. إذا الآن سنمر إلى التركيب. أمامنا رسم ثلاثي الأبعاد، سنلاحظ مما يتكون. يتكون من الخارج من غشاء خارجي، هذا باللون الأزرق من غشاء خارجي، ومن الداخل بالأحمر من بروتين، ومن الداخل نجد مادة وراثية. هذه المادة الوراثية تختلف من فيروس إلى آخر، فنجدها إما أن تكون RNA أو DNA. إذن و إما أن تكون RNA أو DNA، وتعيش الفيروسات بصورة
في ضمن طورين، طور خارج الخلية، وفي هذه الحالة يكون الفيروس هو عبارة عن جزيء فيروسي، يعني ليس له مواصفات أي شيء من أشكال الحياة، فهو جامد. لكن الطور الثاني وهو إذا أصاب الخلية العال ويصيبها، يصبح الطور هو يصبح هذا الفيروس إذا قادر على التكاثر ويستطيع أن يفتك ويقوم بكل أشكال الحياة التي يمكن أن يقوم بها. هذا بالنسبة للمادة الوراثية. بالنسبة كما قلنا، هناك فيروسات بها مادة وراثية من نوع RNA، وهناك من له مادة وراثية من نوع DNA، وهذه RNA يعني ARN و ADN باللغة الفرنسية، تسمى بالإنجليزي RNA و DNA. المهم من نحصلهمش مع بعضهم، يا إما RNA يعني ARN أو DNA يعني ADN. طيب، إذا هل يتكون الفيروس من حمض نووي؟ طبعا، إما أن يكون DNA أو RNA. هل للفيروس نواة؟ لا. هل للفيروس غلاف بروتيني؟ نعم، كل ما ظهر الشكل في الخارج فهو صحيح. هل له بلاستيدات؟ أبدا، البلاستيدات مشبوهة النبات، له غشاء خارجي وليس له ريبوزومات. طرق انتقال الفيروس، إذا ينتقل عن طريق اللعاب، عن طريق البراز يعني الفضلات والبول، الدم كذلك يمكن أن ينتقل عن طريق المصافحة وعن طريق الهواء. إذا الآن سنتحدث عن المادة الوراثية. إذا تتركب الفيروسات من أحماض نووية وبروتين، ثم نجد هذا الغشاء الخارجي مثل ما رأينا في الشريحة السابقة. الأحماض النووية إما أن تكون DNA يعني حمض ريبوزي منقوص الأكسجين، أو حمض ريبوزي، هذا الفرق بينهما. فالـ DNA هي عبارة عن سلسلتين لولبيتين، في حين أن الـ RNA هي سلسلة واحدة وتكون أقصر من سلسلة الـ DNA. ثم تتكون من بروتين، وهذا البروتين هو مجموعة من الأحماض النووية، يشكل غلاف يسمى كابسيد، يعني كابسيد باللغة الفرنسية يعني غلاف بروتيني يحيط بالفيروس من الخارج. الآن نعود إلى هناك، إذا قلنا فيروسات تحمل المادة الوراثية DNA يعني الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين، والحمض النووي الريبوزي، هذا الفرق بينهم، أن إذا كان الحمض النووي من نوع حمض نووي منقوص الأكسجين DNA، فهو يتكاثر في نواة الخلية. إذا كان الفيروس حامل لي DNA حمض نووي منقوص الأكسجين، فهو يتكاثر في نواة الخلية. لكن إذا كان حامل للحمض النووي الريبوزي RNA، فإنه يتكاثر خارج نواة الخلية، وهذا المثال لفيروس الإيدز وفيروس كوفيد 19 اللي نعيش به اليوم. إذا فهو مادة وراثية من نوع RNA، وبالتالي فهو يعيش ويفتك إذا خارج النواة، يعني في سيتوبلازم الخلية، أو كما تعرفون الأيدز يفتك بالخلايا التائية من نوع 4، في حين أن فيروس الكورونا يفتك بالشعب الهوائية أو الفويصلة الهوائية، طبعا هي عبارة عن كيس وخارج النواة طبعا.
الآن ننتقل إلى ما يسمى الفيرويدات. الفيرويدات هي تصيب النبات والحيوان على حد السواء، وهي فيروسات من نوع حمض نووي RNA، لكنها بدون غلاف بروتين. بعضها له القدرة على إحداث أمراض فيروسية للنباتات وكذلك الحيوانات، وتسمى بالفرنسية الفيرويد الفيرويدات. نمر الآن إلى طرق انتقال الفيروس في النبات. فإن الفيروس في النبات ينتقل عن طريق الحشرات أو حقن النباتات بالفيروسات، يعني عملية إدخال، أو بذور تحمل فيروسات، أو ملامسة، أو أعضاء التكاثر الخضري. مريناهم في درس التكاثر الخضري، اللي هما أعضاء التكاثر الخضري النبتة، معناها ساق، غصن، ورقة، كل هذه أثناء عملية التطعيم. أيضا عن طريق النباتات البذرية المتطفلة، أو إصابة الجذور في التربة، هذه طرق انتقال الفيروسات بالنسبة للنباتات. الآن سنرى خطوات دورة التحلل، يعني كيف يتكاثر الفيروس داخل الخلية. الآن سنرى كيف يتكاثر الفيروس داخل الخلية. لاحظوا هذا الرسم. في البداية عندنا إذا هذه بكتيريا، وهذا أكلوربكتيريا أو فيروس البكتيريوفاج، إذا يسمى بكتيريوفاج، أو ذرة سنوذريد، أو شبيه بالمركبة الفضائية، المهم هو اسمه البكتيريوفاج، وهذه الخلية. فكما قلنا أن الفيروس خارج الخلية الهدف فهو عبارة عن جماد، وبالتالي من خصائصه أنه متطفل بالضرورة، يعني لا يمكن أن تعود له أشكال الحياة من تكاثر ونمو إلا في الخلية الهدف. فالخلية الهدف للبكتيريوفاج هي الخلية البكتيرية. لاحظوا دورة التحلل للفيروس. أولا كما تلاحظون فإنه يلتصق بالخلية، ونسمي هذه المرحلة مرحلة الالتصاق. عندما يلتصق بالخلية سيبدأ في ماذا؟ في وضع، بعد ما تم إذا فتح غشاء الخلية، الغشاء الخلوي للخلية البكتيرية عن طريق أنظمته، فإنه يمرر مادته الوراثية، وتسمى هذه مرحلة الدخول. تدخل المادة الوراثية. المادة الوراثية هنا البكتيريا ستصبح بكتيريا هجينة، لأن هنا ستكون مرحلة تضاعف المادة الوراثية، وبالتالي سيسيطر على الخلية البكتيرية ويجبرها إذا التكاثر، اللي هي مرحلة التكاثر، مرحلة الإصابة والعدوى. هذه في هذه المرحلة هناك مرحلة التكاثر، مرحلة التضاعف أو التكاثر كما تلاحظون. لاحظوا أصبح عندي ثلاثة مثلا فيروسات، ثم مرحلة أخرى يتكاثر العدد، ثم في الأخير مرحلة التحرر أو مرحلة التجميع. قبل مرحلة التحرر عندي مرحلة، قبل مرحلة التحرر عندي مرحلة التجميع، تتجمع داخل الخلية البكتيرية. في الأخير مرحلة التحرر تنفجر الخلية البكتيرية وتخرج الفيروسات. لاحظوا كان في البداية عندنا فيروس واحد، فإذا به عندنا إذا مجموعة من الفيروسات. هذه مرحلة التكاثر في الفيروس، إذا هذه هي مرحلة التكاثر في الفيروس. إذا الالتصاق بالخلية الهدف، كل فيروس عنده خلية هدف معين. ثم مرحلة الدخول، يعني دخول المادة الوراثية لهذا الفيروس داخل هذه الخلية، ثم تتضاعف هذه المادة لتنشأ فيروسات أخرى تتجمع، وفي الأخير تنفجر الخلية البكتيرية لتتحرر. شكرا ونلتقي.